السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياناً يجلس الناس على صحن واحد، مجموعة من الناس على صحن واحد. نحن مطالبون إذا جلسنا على صحن واحد نأكل أن يكون هناك شيء من الذوق العام الذي يصنع الألفة والمودة والمحبة ويرسل رسائل إيجابية في الذوق العام. البعض الآن يأكل بالشوكة ويأكل بالملعقة، والأمر في سعة والحمد لله. وإذا اجتمع الناس على صحن واحد وأكلوا بأيديهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا التوجيه عندما جلس مع أصحابه، وكان معهم طفل صغير عمرو ابن أبي سلمة. قال يا غلام، لما رأى يده تطيش في الصحن قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من الإشكالات التي تقع من البعض وهي نادرة في الحقيقة، لكننا مطالبون بأن نلفت النظر إليها. هذا صحن والناس يجلسون عليه، بعضهم إذا جلس وبدأ يأكل يفعل هكذا. ليش تأخذ من عن يمينك وعن شمالك؟ لماذا تأخذ نصف دائرة في الصحن؟ خطأ، هذا ليس من الذوق العام. هذا يصيب الناس بشيء من الاشمئزاز وعدم الارتياح، لها آثارها الجسدية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية. الناس تنفر منك إذا فعلت هذا. الأمر الآخر، بعضهم إذا جلس يملأ يده باللقمة هكذا، يعني اليد مليئة، ثم يأخذ منها جزءا ثم يعيد الباقي ويرميه في الصحن، وهذا ليس من الأدب. صحيح أن سؤر المؤمن طاهر ويده طاهرة، لكن من الخطأ أن تفعل هكذا ثم تأخذ جزء من اللقمة وترمي الباقي في الصحن، تضعه في فمك أو جزء منه في فمك، والمتبقي الذي عصرته بين يديك ثم تلقيه في الصحن مرة ثانية. هذه من الإشكالات. البعض إذا أكل يدخل اللقمة ويدخل جزءا من يده في فمه ثم يعيدها مرة أخرى، خطأ. هذه المعاني نحتاج إلى أن نتواصى بها. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا تروح هناك ولا تذهب لليسار ولا تذهب لليمين، خذ ما يكفي يدك، بل خذ أقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، خذ جزءا يسيرا من اللقمة وارفعها إلى فمك، ثم لا تلقي شيئا يتبقى منها في الصحن مرة ثانية، خلاص أنت رفعتها لا تعيدها إلى الصحن. هذه من القضايا المهمة التي يجب أن ننتبه لها من أجل أن نحدث بيننا ألفة ومودة ومحبة وتقارب وتآلف إذا جلسنا على صحوننا، وإلا حدثت الفرقة وحدث النفور والبعد، يصبح إذا رآك يذهب إلى مكان آخر. الأمر الآخر، اللحم، لا تقطع اللحم، يعني تأخذ اللحم ثم يعني بين قوسين تفغصها بين يديك مرارا ثم تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا. الله ما كلفك تكون قرصون توزع على الناس. فترة سابقة وجزء من الكرم نعم، لكن اليوم في ظل قيم الذوق العام وهي مما يتغير به الزمان والمكان، فنحن مطالبون خلاص الطعام موجود، كل يأكل ما يريد، اترك يأخذ القطعة من اللحم التي يريدها، ولا تفرض عليه أنت ما يأكل. ترى بعض الناس تتقزز وتصاب بشيء من القرف إذا فعل معها هذا. هذه بعض النصائح التي نحتاج لها. لا يقول أحد تركت القضايا وتركت الكذا وجئت إلى مسألة الأكل واللقمة والكذا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا لم يترك هذا التوجيه عندما جلس مع أصحابه على الطعام. شكرا لكم. اليوم تنتشر أمراض، تنتشر فيروسات، تنتشر كذا، مطالبون بأن نعي قيم الذوق العام لآثارها كما قلت، الجسدية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية والصحية، لنتعاون على كل خلق جميل. شكرا لكم.